الملاحظة الثالثة، صفات الله الذاتية مستمرة لا تزول. إذن هذا أشهر فرق بين صفات الفعل وصفات الذات، أن صفات الذات مستمرة لا تزول ولا تتوقف، بينما صفات الفعل فهي لها صلة بمشيئة الله، متى شاء فعلها ومتى شاء لم يفعلها، مثل النزول كما مر معنا مفصلا. فالله عز وجل ينزل في الثلث الآخر من الليل، بينما صفات الذات مستمرة لا تزول، الحياة مستمرة لله جل في علاه. بل ذكر ابن القيم من صفات الذات التي لا تزول، قال: الحلم. الحلم، وهذا إخواني في الله آيات كثيرة وردت بصفة الحلم وذكر اسم الله وهو الحليم. قال رحمه الله في عدة الصابرين، وبعض أهل العلم يضبطها عدة الصابرين، والمشهور عند المحررين أن هذا عدة الصابرين، أي ما يتسلح به في هذه الحياة الدنيا حتى يصبروا، أو ما أعده الله للصابرين يوم القيامة. فعدة تسلح، عدة ما أعده الله للصابر. على كل حال ماذا قال؟ قال: وهذا كله من موجبات صفة حلمه، عندما ذكر الصبر، فالله عز وجل يؤذى من المخلوقات ويصبر عليهم ويحلم عليهم. في كلام طويل عن هذا، فقال: وهذا كله من موجبات صفة حلمه، وهي صفة ذاتية له لا تزول، لا تزول. إذن الصفات الذاتية لا تزول. وقال عن صفات أخرى في كتاب الآخر مفتاح دار السعادة الجزء الثاني صفحة 505 أو 505، قال: بل الإلهية وحمده. إذن الإلهية والحمد، فله الحمد في الأولى والآخرة، ومجده وغناه أوصاف ذاتية له. إذن صفة ذات، أوصاف ذاتية له يستحيل مفارقتها له،
لحياته ووجوده وقدرته وعلمه وسائر صفات كماله. إذن هذا نقل آخر يوضح فيه ابن القيم رحمه الله أن صفات الذات ما بها مستمرة لا تزول.